الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في، في هذا الخبر العاجل وهذا البلاغ اللي توصلنا به للتو من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. فيما يلي بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بدعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيقوم إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وحرمه السيدة بريجيت ماكرون بزيارة دولة للمملكة المغربية من يوم الاثنين 28 إلى يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وتعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين. إذن من خلال هذا البلاغ الصادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، واللي من خلاله وصلنا خبر الزيارة الرسمية، زيارة دولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة الزوجة ديالو بريجيت يوم 28، اللي غتكون من يوم 28 من هذا الشهر إلى حدود 30 من هذا الشهر شهر أكتوبر. أعيد مرة أخرى تلاوة هذا البلاغ الصادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. فيما يلي بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بدعوى كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيقوم إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وحرمه السيدة بريجيت ماكرون بزيارة دولة للمملكة المغربية من يوم الاثنين 28 إلى 30 إلى اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وتعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين. إذن من بعد التقارير الإعلامية والأخبار اللي شناها في الجرائد والصحف الفرنسية، جريدة لوفيغارو، لاتريبين، مجموعة من الجرائد الأخرى اللي تكلمات في داخل التراب الفرنسي عن زيارة ديال إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية للمغرب، فاليوم وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تؤكد في بلاغ رسمي صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غادي يزور المغرب برفقة الزوجة ديالو بريجيت ماكرون من 28 من نهار 28 يعني يوم الاثنين 28 أكتوبر إلى 30 أكتوبر يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وهذه غتكون زيارة رسمية، زيارة دولة من طرف، أعيد مرة أخرى، من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت ماكرون للمملكة المغربية. أعيد مرة أخرى تلاوة هذا البلاغ الصادر من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بدعوى كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيقوم فخامة السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وحرمه السيدة بريجيت ماكرون بزيارة دولة للمملكة المغربية من يوم الاثنين 28 إلى يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وتعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد
التي تجمع البلدين. بحكم التقارب وبحكم العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين المملكة المغربية الشريفة وبين الجمهورية الفرنسية، والاعتراف الأخير أن فرنسا أخيرا خرجت من المنطقة الرمادية واعترفت بالصحراء المغربية وبأن مقترح الحكم الذاتي اللي اقترحه المغرب هو الحل الوحيد والأوحد لفض وإنهاء مشكل الصحراء المغربية بشكل نهائي. وكنعرفوا أن فرنسا أحد الدول القوية والدولة اللي هي يعني عندها واحد التمثيلية دائمة في مجلس الأمن، دولة اللي عندها حق الفيتو، دولة كبرى ودولة عظمى، واعترافها ليس اعتراف عادي بل إنه يحمل أبعاد كبيرة. وفرنسا تعرف القضية، تعرف كما كنقول تفاصيل ملف قضية الصحراء المغربية. فالاعتراف الفرنسي جاء تأكيد كذلك للاعتراف الإسباني وللاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء. فمن بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء وبالإقرار وبالتأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي هو السبيل الوحيد لإنهاء مشكل الصحراء المغربية ولطي هذا الملف اللي طول بزاف، فجاءت تقارير إعلامية كثيرة من فرنسا ومن داخل المغرب كذلك على الزيارة للرئيس الفرنسي للمغرب، واللي حتى في الافتتاح البرلمان المغربي ب يعني كما كنقولوا سواء بمجلسي سواء مجلس النواب او بغرفتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، افتتاح اللي كان فيه خطاب ديال جلاله الملك محمد السادس واللي كانت فيه دعوه صريحه ودعوه للرئيس الفرنسي بزياره المغرب. ها هي اليوم وزاره القصور الملكيه والتشريفات والاوسمه من خلال البلاغ اللي توصلنا به قبل قليل كتأكد زيارة ديال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحرمه زوجة ديالو بريجيت ماكرون اللي غتكون يوم الاثنين 28 إلى الأربعاء 30 أكتوبر من هذا الشهر. أعيد مرة أخيرة تلاوة هذا البلاغ الصادر من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيقوم إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وحرمه السيدة بريجيت ماكرون بزيارة دولة للمملكة المغربية من يوم الاثنين 28 إلى يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024. وتعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين. كان هذا مشاهدي الكرام كل ما يتعلق بهذا البلاغ الصادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، واللي مفاده أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والزوجة ديالو بريجيت ماكرون في زيارة رسمية للمغرب من يوم الاثنين 28 أكتوبر إلى يوم الأربعاء 30 أكتوبر. كان هذا كل ما جاء في هذا الخبر العاجل. إلى اللقاء.